الناس الكل تقول حتى الدجاج ما عادش خالطين عليه، صحيح؟ اي بالطبيعه فهمت الله، الدجاج غالي في كل المناطق غالي، ما عادش مقابل اصلا فهمت الله. والله والفلاح انا جاي تحكي معاه فهمت الله عنده الحق، ان الفلاح مش خالص والله، هم ذابين على تسعيرة مو واحدة فهمت الله، خليه يخدم الفلاح ويعرف التاجر قديش يبيع، والفلاح يعرف روحه قديش ياخذ فهمت الله، مش تحطوا الفلاح هكاك فهمت الله ما يدريش على روحه، انا وقت يخدم انا وقت يدني يعني تحطوا ما فهمتش شنو الحاجة اللي يحطوا في الفلاح، يحطوا فيه بنطرة بنطير يعني يخدم خدم مش يدير روحه قديش يبيع، انت سعر له اخويا ايش بيه هاي تم الدولة تسعر، انت سعر له شو خليه يعرف روحه قديش يبيع وقديش ياخذ، مش تحطوا هكاك فهمت الله، يخدم كوش ما يدريش على روحه قديش يبيع، يتراجع من يربح زعما من يخسر، ثم بيع بيع تو فهمت الله، بيع تكرهبها ويعني بيع كان ربي فهمت، ليش تخلوا فيه كما هكاك، ما هي دولة يا خويا فهمت الله، سعر له حط له تسعيرة خليه يعرف روحه قديش يبيع وش يخدم ما يخدمش، ونحن تجار نعرف شو نبيعوا. نحن تو في عمادة فايض تابعة ولاية سيدي بوزيد، كيفاش يعيشوا الناس هوني؟ كيفاش ياكلوا؟ شنو يشربوا؟ يعني شنو الأحوال والأجواء؟ والله متأزمة حاليا فهمت الله، خاصة زيد ذكرت هالزيتون زيد كملتها ضربة واحدة، خاطر الزيتون كان فيك عليها برشا، خاطر المنطقة في الحية حق الزيتون هو اللي مش الزيتون هو اللي قاعد يحرك في البلاد، معناش مثلا معامل تتحركنا، معناش حوايج أخرى مثلا باش تحركنا، عندنا الحكاية بتاعت الزيتون والفلاحة والحكاية هذي، الزيتون توا حابس. الدنيا كلها حبست معاه، هاك شوف احنا كيفاش حابسين تو الخدمة هاي، والله كيما هذيك مثلا فيها بقل مرة زمان وراجعة من أمس من بير العفي. الدجاجة هذيك بقداش مثال هذيك محترمة بقداش؟ هذه تو والله العظيم أنا يعني شاريها هذيك وصلتني ب 13000 ودي جنبي فيها ب 14 و13 ومشي ماشي، علاش ماهيش ماشي الحمد لله؟ لو كانت تمشي حكاية الزيتون كانت تمشي، ومشريها غالية يعني حبس الزيتون الدنيا حبست، الدنيا حبست معاه الفلاح، حبست معاه الفلاح من اللي يجيب لك خير، ما عندوش مور رزق آخر باش يخدم بيه، ما عندوش وظيفة تستنى فيه، عنده كعب تستو ثم عباد مدين عليه، ثم عباد تستنى فيها، هي عاد تو كيما ثم شو باش يعمل لك عزب رايك، باش يمشي يسرق ما عنده يعمل لك، ما عندهمش باش يشري، من كيف باش ياكل دجاجة، منين ماشي الأمور يقول لك دجاجة في النهار، تو دجاجة كلها شهر. احنا اللي هنا عايشين بالصيف، بالنسبة لي نحن فلاح، نحكي معاك أنا كفلاح، فلاح عندي 600 زيتونة معناها عامل سنتاج في النوار، عندي 5 سنين عاني من مشكلة الضوء. عندنا قرابة 3000 سنتاج معناها ما يكسبوش حتى باش يوفروا لهم الضوء، خدم في 25 مرة، عملت العام السنة عندي صابة زيتون طلعت صفر، طلعت معناها كيما نقولوا قلبها ب 10000 اجمع وخلص الخدامة تمشي على روحك، 25 مرة معناها كل نهار يخدموا يزرعوا بصل يزرعوا سفنيريا، طلعنا بيدنا على روسنا لا سفنيريا ماشية لا بصل ماشي لا حتى شيء. معناها تعرف سنا عدنا باش واحد من الناس عندي كرهبتي باش نمشي نرهنها باش نجم نخلص خدامه باش نجم نكمل نواصل في المشروع نتاعي. حبست كنت مربي ربي في 14 بقره، كنت ربي في 14 نرخه ملي شكرت النخاله وشكرت العلف وصلت بال 25 دينار ووصلت شكرت العلف ب 50 دينار بعتهم تباعوا كل كليتهم العلفه بقينا تو حاليا معناها حاله معناها مواصفة جدا. يعني حسب ما فهمت منك حبست الفلاحة هوني كل شيء يحبس. حبست الفلاحة كل شيء يحبس. نحن الناس نعيشوا كان في الفلاحة، نعيشوا في كعبة الزيتون، نعيشوا في السفنارية، ولاية سيدي بوزياد أنا معروفة بالخضر، بالنسبة للخضر حبست، ما عادش نجموا نتحركوا حتى ضربة. نحن ناس حبسين، أصل تو عندنا معناها مواسم تاع حرث وحدات حبسين، ما عادش لاقيين كيش نحرثوا، خاطر الزيتون جاب ليش؟ يطير كيلو الزيت قبلوا فيه للمعصرة ب 3200 3300 يعني شيء أسف، معناها نجمعوه من هنا نعطوهم الخدامة من هنا، معناها نحن توا نحن فلاحة باش نوصلوا معناها كان نلقوا المرمى مش نخدموا قاش عنك باش نعيشوا. نعيش من كل شيء الله الله هاك تشبع في كل شيء، المواطن ما عادش لاقي باش ياخذ عدد طار برتقال هاشا الحكاية هاشا كل شيء، نحن خاصة الفلاحة خذت كبور كيما حبت من جميع ما من زيتون من دواجن من كسرنا ما خلينا حتى شيء، اش عندك من ثم ما يعجب معيشة غالية؟ كل شيء غالي ومن ثم يلعب، المليم ما ثماش، الفلوس ما ثماش، الخدمة ما ثماش، البطالة ضربة نابها، ايش من المعيشة بيطمي طميمي، ايش تقول؟ ثم ما يعجب البلاد، ما عندك ما يعجب، اللي يعجبك شنو هو؟ لا استقرار حكومي، لا استقرار سياسي، لا ما ثم حتى شيء، كان ربي الله يرحمنا حتى 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 من الجفاف وما شهزنا جفاف. يعني البلاصه هذه تتركز على الفلاحه، حبست الفلاحه
ما عادش فما فلوس. هذه ما عندها، عندك كعبه زيتون وعندها شويه فلاح ومربين نتاع دواجن، تكسرنا في الدجاج، تكسرنا في الزيتون، تكسرنا في الفلاح، يعني شيء مثل طرناط العلفه نتاع الدجاج ب 1,300,000 وكيلو دجاج ب 2,500,000. دبوزة دوام تاع برونشيت اقل دبوزة تاخذها 200,000 وما عندهاش نجاعة، وتبيع كيلو دجاج ب 2,000 ولا من هذا، هاك الدجاج تبيع في الدجاج. ما العام الجاي ما عادش تلقى شكون يربي، وتعود يعودوا كيلو دجاج ب 6,000 وما يلقوش، على خاطر تكسرنا سي ما عادش. قاعدين نحكيو على المعيشة، كيفاش تعيش المنطقة هذي؟ ايش ما عادش قادر، الناس ما عندهاش زوار، كلها خدامة، الزيتون طايح. كان يلبيها الزيتون شوي ويعطيها، ممكن ما دام الزيتون طايح شوي ما ثمش حتى خدمه معك. ناس ما عنديش تعبه، هذا ماشي ربي يخلص حالك. كيفاش عايشين هاك؟ تشوف يعني عايش سنين المعيشه ما ثم حتى شيء، ما دام الاسمامات ما ثم حتى شيء، وكل شيء ما ثم حتى شيء. العلف غالي، الدجاج غالي، كل شيء ما ثم حتى شيء، العلف غاليه. مربي المربي العلوش ولا مربي البقر ولا مربي الواحد، طرنات العلفه ولا دامي 1,300 ولا 1,400 ملي مش تكاول له واحد الفلاح. ما ثمش. شكات 35 دينار ولا قديش؟ ها. ملي مش توصل عبين. بالنسبة لنا نخدم في الحظايرب، الحظايرب ب 400 ب 400 ب 3,000 ما عملت لنا شيء، واحد انسان كيري ثري تقارن ما وصلنا شيء. ما وصلنا شيء. الواحد كان ماشي عام في روحه منه شوي ومنه شوي ومنه شوي، ما عادش لاقي روحه الواحد. فهمتني ولا؟ ما عادش غلطت ياسر. ما عادش خالطين على حد شيء. نحن توا في السوق الأسبوعية. أسوأ يعني الخضرة والغلة شنو هذا الشيء؟ يعني تو تيجي تقدر الخضرة أقل شيء 50,000 40,000. هذه في الخضرة برك ما كاين حد شيء. ما عندنا غير لحم من غير ما حد شيء، واحد ما عادش واصل حد شيء. يا قرني ذريه ذريه كيفاش باش يعمل الماء 400,000 على الحظيره ما صورنا من اي شيء. المعيشه في المنطقه هذه شنو احوال؟ تحت الصفر. فهمت؟ كنت تخرجونا نبقوا تاريخ في جريده. فهمت؟ حتى كي تعمل مطلب ولا حاجه ما ثمش. والراجل حشك سقاط مريض يعلم الله به، وعندي بنتي مريضه نعاني فيها، حتى كي نمشي للحاكم ما ثم حد شيء. مش عايشين لهنا، عايشين تحت الصفر. عايشين تحت الصفر؟ تحت الصفر. فهمت؟ حتى البني ما عندناش. انا بالذات هذه ما عنديش بنيه، فهمت؟ فيش عايشه من؟ عايشه في كوري، عوض كوري طايعه على بنويتي، عندي زوز بنات، واحده مريضه واحده صحيحه، فهمت؟ ونقري فيهم والراجل مريض حشي. فهمت؟ وكي نعمل جواب ولا حاجه ما ثمش، ما شفنا حد شيء. شفنا حد شيء. جيك حتى حد ما شافك حتى حد؟ ما شفنا حد شيء، جو صور وعد ودن وما ثمش حد شيء، الدار قول لها كطيع على بنويتي. تحب تخرجوا لها تشوفوها تشوفوها. ونحن تو في السوق هوني، الخضره والغله غاليه؟ كل شيء غالي، كل شيء تحط عليها فهمت؟ كل شيء غالي، كل شيء غالي. القفه هذه باش تعبيها قداش تكلف لك؟ تكلف لي ب 30 فوق ال 30، حتى اللحم ما فيهش. ها تحب تفركتها؟ ها ما فيها حد شيء، ها ها لا حد شيء. وكنا نلقط على بنويتي، الراجل قلت لك مريض حشي. يعني انت تخدم عليهم وانت قايمه بهم؟ صحيت الرويج المريض، وانا كان عطوني وان كن صغيراتي ما حشتي حد شيء. طلقت الخبزه حتى من تحت الحيط، اما كنت تخرج لي ولدي لبرا وتشوف الدار تقول تحت صفر المراضي. نحن موجودين في منطقه فايد تابعه لولايه سيدي بوزيد، واليوم سوق الاسبوعيه. شنو الامور هون؟ بالنسبة للمعيشة بلاد تو قاعدين يقضوا علينا عرق بعرق، مع شنو نحن بننجو دجاج نلقوا دجاج أغلى دجاج اللي هنا، ننجو اللحم العلوش نلقوه أغلى لحم، ننجو الخضروات نلقوه أغلى خضرة اللي هنا، تدخل وشوف الأسواق. بالنسبة للعياش ما عادش عندنا عياش، ولت يا طبقة عليا يا طبقة سفلى، الطبقة الوسطى التسهلة العياش نتاع كل نهار تقول الحمد لله ما ثمش، هذي قضوا عليها. معناها بالنسبة لهنا ما عدناش أشكون مازال قادر إنه باش يعبي قفة كاملة فيها من جميعهم، ياخذ اللحم يبطل ما ياخذش الخضرة، ياخذ الخضرة ما ياخذش اللحم. معناها والدجاج، الدجاج اللي هو هذا اللي كان ب 2000 و 2500 اليوم تلقاه من عند المدجنة الفلاح أصلا 3,500 و 4,000. معناها يحبوا يقضوا علينا سياسة الدولة، يحبوا نمسوا القطاع به الحاجة اللي هو قطاع الفلاحة اللي هي الجهة هذه مشهورة به بدوب كعبات الزيتون،
ومن بعد اش تعدوا اللي هو كانوا يحركوا دولاب البلاد كامله، بعد اش تعدوا لمسوا القفه المواطن اليوميه بما فيها خضره ولا غله ولا الحم ولا اللي هو. انا ان شاء الله ربي يقدر خير، ان شاء الله الحكومه الجديده تنفس ناس شوي كان هداهم ربي ولا يشوفونا حل، بالاخص في قفه الزوالي. اذا كانت مسد قفه الزوالي راهي البلاد ماهيش ماشيه في خير بحول الله، ان شاء الله ربي يقدر خير. وكهو اذا كان باش يواصلوا بالسياسه هذه باش يضربوا قطاع الفلاحه بالاخص في منطقه سيدي بوزيد بصفه عامه، راهو بلاد باش يقضوا عليها قاعدة تستنى في القطرة اللي باش تفيض الكيل. الناس الكل مخنوقة، الناس اللي تسأل وتلقاها يتنفس بالقصب. قاعدين نحكيو على المعيشة في عمادة فايض في المنطقة هذه تابعة لولاية سيدي بوزيد. كيفاش تعيشوا هنا؟ كيفاش تاكلوا؟ كيفاش تشربوا؟ كيما 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 أي بلاصة، كيما أي بلاصة، عايش كان اللي لاباس عليه هاك اللي تابع الدولة وتابع الواحد، أما الزوالي، الزوالي ديما تحت تحت الصفر. تحت الصباط ديما تحت الصفر، ما عايش كعايش كهك تشوفوا هاك تشوفوا في الحاله. اللي عنده شهريه واللي عنده خدمه واللي عنده تابع الدوله ها وين، واللي ما عندوش مسكين هانو قاعد يخزر بعينه ويشوف يدور في السوق كيما هكا يخزر في دو يشوف في بعينه ويموت بقلبه كيما يقولوا. في السوق هون شنو احوال؟ هكاك ثم حوايج قليله كان الخضره، خاطرش نحن تابعين سيدي بوزيد تابع فيها خضرتنا نبعناها باهيه وكل، واما اللي تابع اما البلايص الاخرى لا، حوايج الاخرى لا، مثلا كيما اللحم، اللحم نعرفوه كامل العيد، العيد وش الناس الكل تعيد عليه، مش الناس الكل تعيد، ولا والدجاج هذاك كيف، حتى الدجاج منا ثم مش خالط عليه. ثم شكون مش خالط على الدجاج؟ قلتي فما الناس ما تعيدش، فما الناس ما تعيدش هون؟ ثم ياسر ما تعيدش، ياسر ياسر ما تعيدش، ثم ياسر ما تعيدش، لا عيد لا ماكله ولا دبش ولا غيره، ياسر ما تعيدش. برا شوفوا جيبوا تشوفوا لهنا في حوايج كيما هكا ما تنجموش تشوفوا، شوفوا في القرى، شوفوا في البرا، شوفوا في اللي عايشوا البرا فاش يعيشوا، شوفوا هذوك شوفوهم فاش يعيشوا. يجوا كان يعرفوا الناس كان كي يجوا يصوتوا راحوا لنا ويجوا ويعطوهم ويسبقوا لهم ويصوروه كل واحد، وكي نهار اللي يشدوا هما الكراسي ويشدوا بلايصهم ويشدوا الواحد ذاك المواطن هذاك ما عادوش يعرفوه. يعني هوني ما يتفكروكم كان في الانتخابات؟ في الانتخابات، في الانتخابات تلقاهم جاي تجاره وتلوج على شكون باش ينتخبوا الواحد. اما كي يشدوا الكراسي ويشدوا الواحد هذاك ما عادوش يعرفونا، ما عادوش يعرفوا المواطن اش ساير فيه. ما عادوش يعرفوا المواطن، كون نجي نشوف انا بالذات فاش نسكن تحير فيا كيفاش انت عايش. ناسينكم هوني؟ اي ناسين. اي نعم. ناسين. ناسين ناسينا وشكون وشكون باش ينجموا يعطوا، حتى كي باش تجي حاجه من الدوله ولا حاجه تهزها العيان منا ومن الاخر والعباد المساكين القلاله ما يصلهمش. حاجه تجي من الدوله يهزوها صحاح هكا يهزوها صحاح. اي نعم نجي نحط حتى كان ناب عليهم ربي وجاتهم حاجه من الدوله تهزها صحاح، ما يهزهاش المواطن المستحق. المستحق ما عندوش فرصته، ما عندوش ما ياخذش نتاعه. يعني الزوالي ما يعيشش؟ ما يعيشش الزوالي، معفوس تحت الصباط، معناها ماشي في القاعة، ما عندوش حتى نفوذ هنا، ما عندوش حتى مشى الزوالي مسكين على روحه، عايشة كالعيان هاني عايشين وكهو، نحن نخزر بعيوننا يز فيها. كيفاش قلت يعني ناسينكم هوني؟ ناسينا طول، قلت لك تحب تخرج عمية تو تشوف حالتينا. حالتينا بالذات فهمت كيفاش نعاني، فهمت كان خدمت عند فلاحه ولا حاجه هاني جبت على قفه صغاري مثلا. قداش تخدم في الفلاح؟ اه في الفلاح بقداش تخدم؟ 10 ليال. 10 ليال؟ اي نعم. من وقتاش لوقتاش؟ 8 للساعتين باش نجيب نقري. قلت لك الراجل مريض مسكين حشاك فهمت. يسغلوا فيكم؟ هي نعم وما سميش تو هاني كلمت الراجل اللي يخدموا في الواحد قال لي ايش باش نعمل لك برا زيد اعمل جويب. هما خرجونا تنزيدنا نحن نعمل له جواب، الجواب باش نعمل به، هاك ما خرجت وصورت وشفت حالتي. فهمت؟ يعني قلت لك الراجل في صفاقس مطيش، وانا عندي زوز بنويات وحيده حشاك مريضه نجيب لك اوراقها ما يثبت. فهمت؟ والدار ما شطي على بناتي. العمده شافك؟ فضحت، يعرفني ولد عم راجلي، ويعرفني تحت السفر، ونزك ليه تو. ما عمل لك حتى شيء. ما عمل لي حتى شيء تو مشيت له خي رحمه بيك راهي الدار ما شطي على بناتي، وزيدنا بنويات مشي وليت تنبعثهم يخدموا صغيرين. فهمت كاين جات حاجه انا نفكروك يا خويا رانا على الدار لطي على بنويتي.